بالنسبة للاقتصاد، والمستورد جاي يأثر على البلد. إذا تجي للاقتصاد اللي هو تأثير جانبي قوي، ليش؟ قلة الرواتب، نسبة البطالة صارت عندك، لأن معامل واقفة، شركات واقفة، عندك استيراد أكثر من التموين الوطني، عندك المعامل هسه عندك هنا. أنا بس نسيج الكوت يغطي له بين 5000 6000 موظف لو يشتغل عندك. بالنسبة لك ترجع لمن؟ ترجع للدولار، الدولار صاعد، صحيح له تأثير جانبي قوي بالنسبة للمواطن، ما يأثر على باقي الناس، بس غير معقول 45 50 50 150 غير معقول، هواي بالنسبة للمواطن. ترى المواطن هسه العراق عايش على الرواتب، ما عايش غير بس على الراتب، بالنسبة غير الراتب ما عنده. يبدي فترة السوق قامت يبدي يشتغل إذا أكو رواتب 5 أيام بالشهر. نرجع للمواطن، المواطن أبو الدخل المحدود شو يريد يسوي؟ وعنده فتور بالسوق، عنده إيجار، عنده إيجار مولد، إيجار وإيجار بيت، وعنده مصرف، يعني كل هاي الأمور، وبالعشرة أيام يلا يبدي يشتغل السوق. ليش حنطوا السوق؟ ما نقول كنا قبل ان كانت تتاثر علينا السد، يسدون كونكريا الشوارع، مسدوده الشوارع او مسدوده بشي، هسه ماكو، كلها مفتوحه الحمد لله، محافظاتنا مفتوحه وخير من الله. بالنسبه للمحلات الخارجيه، قام السوق قله لان انفتحت طرق خارجيه وتوسعت المحافظه، والسوق الحمد لله، يعني ما اقول لك يعني من كيف، بس اكو، بس مو مثل ذاك كان للسوق. كان اللي شغل السوق الوفرات العمل، الاستثمار، عندك الشركات تشتغل، المعامل تشتغل، الناس تشتغل كلها تصرف. هسه عاش الشعب العراق عاش على نسبة قليلة من الرواتب، بس غير الرواتب ما عندك. أبو الراتب ينزل، يجي الراتب يشتغل السوق، ما يجي راتب يجي يشتغل، فاتر جدا فاتر. ليش؟ مستورد عندك هواي، هسه عندك معامل وعندك مصانع وعندك عندك عندك، هذان لو تتجهونها تصير وفرة عمل. عندنا هواي مصانع مسدودة، شركات، يعني الشركات الأهلية أكثر من الشركات الحكومية، هذا هم ما رد إلك. صار فتور بالدولة، ماكو، قلة الشغل، والناس قابلت التواصل الاجتماعي، واللي يظل يلتهي، وصارت مو قلت لك من تنفتح عندك مصانع وعندك تنفتح شركات، عندك هسه نسيج الكوت ب 5000، احنا نقول بذاك الزمن ب 5000 موظف، 5000 موظف، هاي محافظه واحده شالت منك هاي الكميه الهائله من العاطلين، صح لو لا؟ قلت ايش قد تريد تصير المحافظه؟ 10 مليون؟ ماكو 10 مليون، خلي يصير مليونين ثلاثه، مو؟ دخل يشيل لك هاي ابسط شيء 5000، عندك المعامل، اذا كل معمل، معمل الطابوق، معمل الطابوق ما يشيل له فد 500، وزعهن. الزراعه، انت الزراعه ليش حاربتوها؟ الزراعه ارقى نوعيه، يعني الزراعه اللي عايش العراق عليها، واحنا طعمها وذوقها والاكل والصحي اصلا. ارضنا ارض خير بركه، بس الزراعة ليش وقفتوها؟ مونوها؟ اطوها الزراعة؟ اكو ناس عندها تعويضات مطتها، ما جات تطيها، ليش؟ الحقول ليش ما جاي تساعدوها؟ الزراعة ليش ما تساعدون الفلاح ناضه؟ افتح له ماي، ادبر له طريق، يعني انت جاي شو تسوي؟ احنا ليش نظل هيك؟ هذا كله شغل. اخي كثرة الخريجين، كثرة الناس دخلت للمحافظات، عافوا قيعانها، كانت الكوت ايش بيها المحافظة؟ نصها كانت ساكنة ولايتها وأصولها وتقاليدها، اجوا عابا وقيعانها، واللي زلف للولاية وضاع بالولاية، ضيع، لأن ما ماخذ الرنسة مالتها. فالزراعة أهم شيء، استاذي الزراعة الكل اللي العيشة عليها، هذا 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 قوت يومي، يعني مو محدود. هاي الزراعة عندك تعويضات بزراعة ما حد يعطيها لحد الآن، ماكو تخصيصات للزراعة. ليش؟ مو انت وزير؟
اطي شوي من روحك. الصناعه ليش الصناعه؟ معامل عندك ايش قد مقفوله؟ افتح انت صناعه، طلعت افتريت على معمل، شفت معمل، استثمرت معمل، سويت شيء جديد. والله يعني قبل كان الطحين رخيص، يعني كان جو ال 30 الف، جو ال 25، كان الخبز 8 بالف و 10 بالف، كنا نبيع 8 بالف صار. هسه الطحين صاعد زين، يعني عبر ال 40، فبالتالي يعني احنا يعني المتضرر الاول، والمواطن اللي هو المتضرر الثاني. فحقيقه يعني عدم السيطرة على السوق على الطحين التركي. وبالنسبة للطحين المحلي، لأنه يعني بدل ما كل شهر يجي الطحين، قام يجي كل 45 يوم 50 يوم، فهو هذا السبب الرئيسي لصعود الطحين المحلي. يعني قبل كنا نبيع 8 بلف، إنه صار 7 بلف، هسه حاليا جاي نبيع 6 بلف. وستة بلف هو يعني هم شوية يعني صعبة علينا، وهم صعبة على المواطن. يعني وشلون يعني شو أقول لك؟ يعني أكو بيهم مخابز يعني كانوا يظلون لليل يشتغلون، قاموا هسه يشتغلون نص نهار. أكو بيهم يعني كانوا كل أسبوعين ما يعزل يوم، هسه كل أسبوع قام يعزل يوم بسبب غلاء الطحين. أكيد إذا مثلا دعم للمخبز اكيد السعر يختلف، لازم مثلا اذا دعم حكومي يعني يصير مثلا نقدر نبيع 8 بليف 10 بليف زين، ويصير علينا رقابه من هالقبيل هذا. واكيد هم السوق ينزل الطحين، هم ينزل اللي يريد هم يشتري طحين من الشارع من السوق، يريد يشتري طحين يعني سعر الطحين مناسب، لانه ممكن للعوائل تخبزه من المخبز. والله كنا ناخذ خبز، ناخذ 10 بألف وب 12 بألف وب 8، هسه صار ب 6 بألف. يا بس سبب يقول الطحين الحنطة غالية، طحين ماكو. يعني هسه اليوم ايش قد بالشهر؟ اليوم 13 وما موزعين حصة، لعد يمتى يوزعون؟ هسه انا اليوم ادور على 10 كيلوات طحين ماكو، فهذا سبب. فالمفروض الدولة تسوي مراقبة على التجار، تدعم التجار، تدعم المخابز بالحنطة بالطحين ينزل. فهاي ماكو دعم للدولة، ماكو دعم، فهذا السبب. والله هسه ناخذ 6 بألف، كان 10 و12 بألف، واحتمال بعد أكثر ينزل، بجوز يصير 5 بألف، إذا تظل هاي الأمور. بس الدولة المفروض تدعم المخابز، تدعم السوق بالحنطة بالطحين، هو هذا السبب. يسووا مراقبة على التجار، مراقبة على التجار مال الحنطة، يعني هسه موسم حصاد وموسم شدمة، يعني هسه الحنطة 900 و800، لعد باشي من يجي الموسم مال الكراب والموسم الحراثة لعد شلون؟ لعد ايش يصير الطن؟ الله يعلم. طن الكيمياوي، هذا طن الكيمياوي، هذا الملح مليونين مليونين، كان ب 600 و700 والدوله توزع، كان للفلاح ب 400 و450، هسه مليونين. هسه الدوله كانت متوزع. انا صاحب اراضي، انا صاحب اراضي ومستفاد على قانون 35، عندي فوق ال 1000 دونم، والفائده شيء لا من بذور. السنه كرب نظر كرب نحري، اثنين احنا اراضي دايميه. والله كنا نزرع على مشروع بدر وجسام، كنا نزرع ذره ماش مخاضير، هسه مي ماكو. يعني نحطين على المشروع هسه وننقل مي بدناكر، واحنا بيوتنا على المشروع وننقل مي دناكر، كل دنكر ب 30 و40 الف، ماكو مي ماكو، هو هذا السبب. ودعم من الدوله ما والله صراحه القطاع الصحي بالكويت غير ملبي للطموح. يعني احنا عندنا مستشفى الزهراء والكرامة صار لنا اكثر من 40 سنة نفس الخدمات نفس الوضعية، ماكو شيء جديد. وعندنا المستشفى التركي اللي هو متوقف عن العمل صار فترة، يعني هسه بس هيكل، ما بي كل يعني شغلات جديدة او شيء، وماكو يعني غير ملبي للطموح قطع بصورة عامة. والله ما اعرف شغلة، يعني قالوا انه موازنة وما أعرف أموال غير كافية، يعني ما نعرف. هو أكو يعني مظاهرات صارت أكثر من مرة، بس ما أكو سبب اللي يقنع أن المستشفى ليش ما كملت ده أكيد. وخاصة يعني محافظة واسط يعني جاي يزيد بها السكان. وثاني شيء احنا عندنا هواي حالات جاي تصير، يعني مثلا طريق كوت بغداد
يعني جاي يصير به هواي حوادث. يعني بالنسبه للمستشفى مثل الزهراء او الكرامه يعني شغلات بدي يعني بسيطه ما يقدر يعني مثلا العلاج الكامل لهم. اما موضوع الصيدليات اسعار مبالغ بها، ودائما يعني لمسنا اكو حا يعني اكو اتفاق بين الدكتور لان يعطيك وصفه مشفره يعني الا فلان صيدليه يلا تعرف نوع العلاج او المكتوب بالوصفه. هذا الشيء يعني جاي نشوفه هواي صيدليات او 90% من الصيدليات. اما في خصوص الاسعار الادويه يعني بالسوق اسعار الادويه يعني تقريبا ارخص من ما موجود بالهوره، بالهوره اسعار غاليه. هاي صار لها 40 سنه الا هسه صارت بيها بنى تحتيه مجاري وماي وكهرباء يعني واصله بنى كامله. نقول انت تعطي خارج الحدود البلديه، واذا نقول هسه دخلت داخل حدود البلديه وهي منطقه لا بها لا ماي لا كهرباء، زين اللي يريد يبني شلون يبني؟ بنى تحتيه شلون تتوفر له؟ رايح يبني وين؟ فايش قامت تسوي؟ الموظف يبيع يجي يشتري داخل المدينه نفس الشيء. واذا اجى بناء عمودي مثلا نفرض بداخل إذا ماكو كهرباء وين هذا يطلع؟ هو بالطابق الرابع لو بالطابق الخامس إذا ما متوفرت له كهرباء وماء ونظافة وخدمات متكاملة هم يجي يقعد بيهن. فالأحسن يعني أحسن شيء هو البناء العمودي بس يكون متوفرات البنى التحتية كلها متوفرت له. هذا مجمع الياسمين ماخذ المستثمر اليوم قصاله صار له فوق العشر فوق ال 18 خلينا نريد نفرض 10 سنوات دروح شوفه هسه بيشي مبني بيشي وش قد ما وبس مسوي له هياكل على شكل هياكل. وين الفلوس مالته؟ وين زين هو منين اخذوا الفلوس مالته؟ للمستثمر شنو؟ هل هو مقتدر ماليا لو ما مقتدر ماليا؟ راس ماله ايش قد من اجى وطوه هذا القطعه هاي واستثمروها اليه؟ هذا كله فساد. هذا هاي المجمعات فساد، عباره عن فساد خاصه يعني ما اريد نسميها باسماء خاصه الاشخاص واحزاب نفس الوقت. هاي لو متكامله هسه ماخذه الاف العوائل واذا ومجمع جميل وحدائق وبنى متكاملة أسواق ما شوف حتى القعدات تصير بيه والناس هي تقوم تروح عليه هي تشتري بيه وتدفع مقدمة. بس هو دروح لهسه تلقاه جزيرة لا بي ماي لا كهرباء، البناية عبارة عن هيكل حتى ما تعجب اللي يجي يريد يشتري ما يعجبه لأن كلها ناقص. استخدموها دعاية انتخابية وعافوها. زين الدولة وين؟ المحافظ وين ما يسحب هاي الشهادة الاستثمارية؟ ليش ما سحب؟ اليوم 18 سنه لازم اكو واحد متنفذ مسيطر عليها، ليش ما سحبه؟ وين غير اكو لازم بنود الاستثمار اكو نقاط شلون يعطوها القاع شلون يستثمرها؟ لحد الان نفس الشيء. اليوم صار له 18 سنه او 16 سنه من بدايه السقوط والحد هسه هاي ياسمين وهي احلى منطقه على شارع بغداد. وجه المدينه وروح شوف وجه المدينه هي اكو هيك اذا هاي تصير فد عمارات فد بنايات حلوه فد دوائر روح شوفها هي هاي مال وجه المدينه هاي تخص وجه المدينه وما تخص هذا كله فساد. هذا بالنسبه للقطع الجاي يوزعوها ما يوزعوها يعني داخل المدينه، جاي يوزعونها كلها خارج المدينة، لا خدمات لا مي لا كهرباء، يعني أبسط شيء مي ماكو. زين هذا شلون راح يسكن بيها؟ فتبقى هاي العشوائيات والكذا والحواسم احنا مثل ما تسميتها تبقى داخل المدينة ما تطلع العالم. يعني قاموا يبيعها يبقى ببكانة قاعد، جاي يطونا مثلا قطعة يعني هذا قاعد أو قطاع خاص كل شيء ما عنده مثلا لا قطعة لا كذا، جاي يطونا قطعة على اساس يشيلوه من العشوائيه يعطونا قطعه رسميه، جاي يعطوها له بعيده. فهذا ما يروح المواطن، زين؟ فهلا هل تشوف يعني العقار صاعد، الوضع كله يعني البيوت صاعده، بالنسبه هو لو اكو تكامل واكو يعني اشراف على هذا الموضوع على هاي الشركات الوهميه اللي استخدموها شلون يقول الاحزاب، زين؟ شاي تدش قد يعني اخذت عالم اول وحده مثل شغله البسمايه، مشروع البسمايه ايش قد حلو هسه مشروع البسمايه متكامل، زين؟
بالعكس هسه هاي مال ياسمين وجه المدينه مال محافظه تواصل. يعني هاي هسه لو كامله المشروع مالتها كامل ايش قد اخذ عالم وايش قد حلوه الواجهيه زين، فهي خلوها كلها تلكؤات وكلها وقفوها ياكل ووقفت. بالنسبه للمشروع الثاني مال احنا نقول نسميه مال زين القوس، زين المجمع مال زين القوس كله تعبان واشتغلوه ببلوك زين، وخارج المدينه مثل ما يقول يعني لا بي خدمات كهرباء لا بي خدمات مي، كله حتى المي اللي بيه ضعيف وتعبانه، يعني الامور كل الخدمات تعبانه زين. فالعالم قامت تشرد من عنده، تجي وين؟ تجي للمدينه، القطع مال المدينه، القطع قبت نار، يعني القطعه ام 20 ام 30 جاي تصير ب 70 ب 80، احنا كدلالين وكنشتغل بها احنا ما مقتنعين بهاي الاسعار زين، يعني اسعار مهذله مو احسن اسعار طبيعيه زين. استخدمت وهل تشوفها صار بها تلكؤ وشغلها ما مضبوط زين، يعني انت اكو مجمعات يشتغلوها بلوك زين، يعني تدق البسمار يطلع قبل على جاره، فهل استخدموها دعايه انتخابيه زين؟ ولا راقب ولا رقيب، يمتى ما طلعت لجنه اشرافيه زين واستثماريه وطلعت على المشروع العمل ماكو زين. هي اكو مجمع لحد الان فارغ، هو هذا المجمع لحد الان فارغ، اكو مجمع سكني بسندويتش زين، شلون هذا راح يقعد بين مواطن؟ اول وحده جو حار، كهرباء ماكو، اثنيا يعني انت تريد يعني تخلي المواطن يقعد من العشوائيه قاعده بيه زين، ما يقعد راح يقعد ها؟ اذا صار حريق شلون؟ يعني هاي كل المجمع راح يقبنا. نعم قبل كانت الحركة أفضل بهواي من هسه، قبل صعود الدولار من بعد ما ارتفع سعر صرف الدولار إلى 149 أثرت سلبا على المواطن بحيث يصعب عليه شراء أي حاجة. قبل كان الحركة مستمرة ومستديمة وشوف الناس تتبضع يريد يعني ايش قد يريد يشتري يشتري، لكن هسه حاليا لا اختلف الوضع، قام الراتب ما يكفي، تعرف انت اليوم يعني الوسط الواسطي مو كله يعني موظفين، اكو ناس يعني عايشه كسبه واكو ناس على متقاعدين وهذا، فقام يصعب عليه الشراء بحيث اذا قبل كان ياخذ مثلا كيلوات مثلا هسه قام ياخذ ربع نص، يلا يقدر يمشي حاجته يعني يومية حاجة يومية ما يقدر يشتري أكثر أكثر. الوضع حيل متردي ضعيف جدا بحيث أصبح صاحب المحل من الصعب أن يطلع قوت يومه أو أقول لك بالأحرى إيجاره قام ما يقدر يطلعه نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطن الواسطي. سببها شنو؟ سببها سعر الصرف ارتفع، أثر المواد كلها ارتفعت وارتفعت بحيث أضعاف، يعني صارت كل حاجة ضعف، يعني كمثال يعني مثل عندك الطحين من كذا وصل إلى مثلا رقم وصل الخمسين مثل ما هو كان بخمسطعش، والمواد الغذائية والمواد المنزلية والمواد المستلزمات المدارس والهذا، والله هي كل شيء يخضع لدراسة، يعني هم لما ما أقروا هذا القانون قانون سعر صرف الدولار لازم ينظرون ما هو البديل لدى المواطن، يعني انت صعد سعر الصرف الى هالحد هذا والمواطن باقي يعني متقاعد راتبه 300 عاطلين الحمايه الاجتماعيه راتبه 200 200 وشويه، شلون يقدر يعني يعبر هاي المرحله اذا هي المرحله المواد كلها صعدت ارتفاع باهظ ارتفاع هذا، يعني غير يكون اكو شيء موازنه بحيث انت لما ما صعد سعر الصرف الدولار لازم انت تزيد نسبه زياده الرواتب او اليد العامله ناس تشتغل مثلا شركات مصانع. والله احنا هسه ما نقدر نحكم حاليا، يعني احنا جربنا الحكومات السابقه كلها حكومه ورا الاخ يدعونا يعني شو اسمه بالخير وبالهذا، بس ما جاي نلتمس في الموضوع جيد، بس نقول احنا ما نتفائل بالخير، نقول ان شاء الله هاي الحكومه ممكن ان تحل هاي المشكله، يا اما ينزلون سعر صرف الدولار واما يزيدون نسبة الرواتب حتى يعالجون هاي المشكلة يصير نوع من التوازن. لا أنا هسه أريد أسولف لك، فرص عمل للشباب ماكو، يعني أغلبيته يعني والله أنا عندنا هسه بعض دول الكسبة أهل البسطيات خريج
تجارة، خريج إعدادية، خريج حتى بكالوريوس، يعني أقول لك يمكن يشتغل بمحل يبيع جيجاير، يعني حصل شهادته ويضمها بجيبه، ما جاي يعني يستفاد مثل هاي دراسته اللي تعبها هاي السنين كله حتى يحصل له وظيفة عمل، ما جاي يحصل، جاي يرجع يعني يشتغل بالأسواق، والأسواق العمل مالته متردي وتعبان وضعيف وما نعرف شنو الحل وشنو المشكلة. يعني أصحاب الدخل المحدود يعني أنا أقول لك وضعهم حيل متردي، يعني حتى قام يتبضع ياخذ دين، يتدين يعني يجي له بالمحل يقول له بلكي تعطيني هالقد ورأس الشهر بلكي أقدر أسددك، لأن مستلزمات الحياة أصبحت صعبة، يعني من قرطاسية للطلاب، من مواد غذائية، من كذا، وهو دخله محدود ما يقدر يعني، ومن ما قلت لك الظروف الاقتصادية أثرت عليه، فمن الصعب أن يقدر يتبضع بضاعة ويقدر هذا، يعني قوت يومه قوة يدبره، قوة يلا يقدر يمشي حاله. أكيد إحنا نكون واقعيين، يعني بالنسبة للوضع حاليا يعني الوضع الاقتصادي كلش رديء بسبب يعني أسباب هواية، يعني مستحيل يعني إحنا ما نطرق لها. أول سبب يعني نكون يعني بالصميم اللي هو البطالة. البطالة إيش ما كثرت البطالة اليوم، الإنسان ما يقدر يسوق، وأهم شيء إحنا عندنا الأسواق تشتغل، حتى شنو العفو الشباب تشتغل أو يعني العوائل يكون عندها عمل واسع حتى تقدر تصرف وتشغل الأسواق، والأسواق تشغلنا وعلى الحالة إحنا مجرد يعني شو مثل ما تقول مصلحة مادية والأسواق. هاي شغلة. الشغلة الثانية إحنا نكون واقعين، عندنا معامل على مستوى واسط، مو العراق، العراق بعيدا عنه يعني الصراحة بحر من نسولف بهاي المعامل، لكن إحنا على مستوى واسط اللي هو معمل النسيج. معمل النسيج إذا سامع عنه بي 14 كارفان، كل كارفان على 400، حسب لي إياها آلاف وكسور، إيش قد راح أشغل لك شباب؟ هاي الشباب إيش راح يسوي؟ راح تنتج مكان ما استيراد حاليا، والقطعة اليوم القطعة الاستيرادية اللي جاي يجيبوننا إياها يعني الصراحة باهظ الثمن، فما حد يعني جاي يقدر يتسوق. دائما تشوف الطبقة الوسطى ساكنة البالة، يعني احنا نكون واقعين. اي بينما انه حاليا لو ينتج هذا النسيج بدون تصدير وبدون جمارك قوية وبدون ضرائب قوية راح يكون قدرة تسويقية عالية جدا عندنا. لكن انت تعرف احنا شباب اليوم البطالة يعني والحسد المعيشي صار هواي، يعني كلش هواي. اي انا كحلاق يعني يعني بالمناسبات يعني نشوف الوضع يعني مو مثل قبل، يعني فرق كلش كبير. فهذا الفرق يعني العالم انه صارت شلون مثل ما تقول ما تبالي بالمناسبات، يعني تعرف اسباب هم المعيشيه انه اني بدال ما اصرف كذا مبلغ على فلان شغله، او اروح ازين اني 3 مرات او 4 مرات بالشهر اروح اصرفها على كذا مرض او كذا شيء. وتعرف الوضع الصحي احنا بالعراق ترى كلش تعبان، يعني من غير الحمى النزفيه وكورونا يعني ما يقارب 3 سنوات، يعني الصراحه تاذى الشعب كلش مهم. فاحنا نكون واقعيين، من ما نرجع دائره نرجع لنقطه البطاله. احنا اليوم البطاله هاي يعني صراحه مأثر علينا كلش، يعني حتى اليوم الوظائف قليله، يعني وظائف قليله اليوم. انا ابو اذا عشاب يعني اذا ما عنده فلوس او ما عنده امكانيه او ما عنده عمل شلون راح يصرف؟ يعني اليوم انا اذا اريد مثلا اشتري التيشيرت اشوفه غالي ما اقدر اشتريه، بس هو خامه صحيحه بس التصدير ماله اللي تسويه غالي، وتعرف الدرجات هاي تنزل لحد ما توصل الي انه انا كشخص يعني ما عندي عمل، فشلون بهاي الحاله انا راح اصرف؟ شلون راح امشي الحلاق؟ شلون راح امشي الملابس؟ شلون راح امشي الاسواق؟ لان كلهم بعيده يعني عنه. هاي المنطقة أرض زراعية قديمة صار لها أكثر من 50 سنة، بعدين امتدت عليها البلدية فصارت تابعة للبلدية، أصبحنا متجاوزين، أصبحنا متجاوزين من قبل ما كانت أرض زراعية. المنطقة بيها كهرباء وبيها ماي ومدارس، بس المدرسة بعيدة عبر الشارع، فشارع ترابي، خدماتها يعني وسط. من بعد سقوط النظام مسافة تقريبا 300 متر عن الشارع هاي صارت دوائر حكومية، فالدوائر اجت بعد المنطقة وليس قبل المنطقة. احنا حتى هسه بهاي ضمن منطقتنا اكو ناس كانوا صار لهم اكثر من 50 سنة كانوا هنا نازلين، فاجوا على اساس اكو محكمه خذوا لها 20 دونم وشيلوا بيوت بليله ويوم ما لحقوا شيلوهم،
ها، وبعدين لحد الآن صار لها أكثر من 10 سنوات بس قصب وزور وباقي. فالوجهية هم يردونها على أساس من يردون يحاشون أنتم متجاوزين وأنتم عشوائيات وكذا، بينما يأخذونها للدوائر وباقي لحد الآن كل شيء ما مستخدمين فارغ. احنا سبق أن طالبنا قلنا يا بي أنتم إذا تردون تسوون دائرة، وإذا أكو بيوت موجودة المكان اللي تردونه أنطي مجال، ما دام أنتم الدائرة لا راح تبنونها لا بسنة ولا بسنتين ولا بخمسة، أكثر من 10 سنوات هاي المحكمة على أساس وشيلوا الناس وذبوها بالسجون وما لحقوا يشيلون، وبعدين تظل 10 سنوات. أنطي مجال، أنطي مجال، إذا أكو مكان تردونه تسوونه دائرة. إحنا مو ضد الإعمار، إحنا مع الإعمار، لكنه هم هلة الهلة بينا، إحنا مواطنين، إحنا ما جينا من برا، إحنا غير موجودين يعني بالنظام صرنا متجاوزين. فمو معناته أنتم هم هلة الهلة بينا تردون تبنون دائرة تعطونا مجال، ولحد الآن هل ظل نطلب طلبية. إحنا هسه هاي تقريبا المساحات عندنا فارغة هو، وقاعد البلدية صار تقريبا شهر ونص قاعد يمسحون بيها ويردون يوزعونها للموظفين، بالتأكيد شرائح ما ترتئيها الدولة. احنا ظلينا ما وجهونا مثل احنا شنو مصيرنا، احنا اللي نطلبه من الحكومة العليا الآخر الحكومة ان ينظمونا شمونا بالقانون. اكو قانون صدار انه المتجاوزين والعشوائيات المتجاوزين وضمن مناطق سكنية ان يرتبونهم من مكاناتهم، فاحنا نطلب من الحكومة المحلية أني نظمونا خلال مكان منطقتنا، لأن منطقتنا سكنية بالخريطة وهسه قاعد يوزعون بها قطع سكنية، فأسوة بالناس اللي تطونهم قطع تطونا، نترجاكم الرجاء. المواد بالسوق أكو بيها مواد رديئة وشغلتهن يعني ما يرغب بيهن حتى كل انسان. هاي شغله السيطره النوعيه، يعني بالحدود اكو اجراءات السيطره النوعيه ووراها تفتيش، فيدخلون المواد بدون سيطره نوعيه كلها مضروبه وكسباير ولا تصلح للعمل بهواي شغلات. وهاي متابعه ما الها، متابعه ما الها من اللجان، مثل دخلت من الحدود بعلم السيطره النوعيه واجراءات يعني يعطون فلوس او هاي دخلت وراها ماكو متابعه بالسوق، ماكو متابعه، مثلا بيشوفها بالسوق مضروب ما له متابعه، مثلا بالصيدليات اضرب اقول لك شيء الدواء يجي القايع ما يعرفوه مضروب، دواء مضروب هذا ماكو متابعه له. هواي شغلات اكو مضروبه بالسوق، يعني بعد كل شيء ماكو متابعه بالسوق، عفوا طبت من الحدود طوف فلوس وطبت وهاي، بس وراها متابعه بالسوق ماكو، بالسوق ماكو متابعه. الحل شو يسوي المواطن الفقير؟ شو يسوي؟ يروح يشتري المضروبه، يشتري يعني يدري بيها مضروبه ويشتريها، ما عنده امكانيه، بس هم اذا يجيبون حاجه زينه يشتريها الفقير والزنقين. قبل كانت الماده شو اسمه الحاجه من تجي حفر ما يلعب بيها، هسه يجي من تجي كبس لي فوق او مغوشيه ما تبين، او مثل هي مثل ايراني تدخل يدخلونها وين؟ للاردن، تدخل اردنيه، هاي هم لعبه من اللعبات اللي يسوونها جاي، يعني هي مثل ايرانيه الحاجه، ها مثل دجاجه هاي ايراني يودونها وين؟ للاردن، وتدخل من طريق الاردن تصير اردنيه. فالعالم جاي يغشون بهاي الشغله، والسيطره النوعيه تعرف كل شيء بهاي الامور، فجاي يمشون على العالم. الغش هواي موجود بهاي الشغلات، المتابعه مو مره ومرتين. يعني مثلا دخلت بالحدود اكو ناس تتابع اللجان هاي اللجنه، واكو ناس تتابعها بالسوق، واكو ناس تتابعها من ياخذ المواطن. يعني متابعات من واحد لواحد، يعني مو متابعة واحدة، مو بس سيطرة نوعية بس، لا متابعة من هواي شغلات. مثلا يخلون الاستخبارات، يخلون الأمن، يخلون يفعلون الاستخبارات، يخلون بيخوف، يعني من يجي يتابع أبو السيطرة النوعية يخاف.
عمل يعني تيجي تطلع على باب الله الصبح ماكو عمل متضاربه العلوه زي العلوه ياخذونها بثلاث مليارات شنو؟ براس الفقير لولا يعني انا هسه عندي ربع دينار اطلب القهوه يعطوني شاي ما عندي ربع ما يعطوني شاي صح لولا بثلاث مليارات هي غير براسي وبراسك المليارات لولا منين جابوها؟ العام مضمنينها مليارين السنه بثلاث مليارات انت سايق او انت بياع شرايين يقول لك ما اطلع انا الا فلوس ما طلع زرعك روح اطلع على البر على البر منين يطلب لي؟ هسه احنا عندنا شارع عام مال بغداد وعندنا شارع على البتار تنزل على الترابي نسميه على الترابي تطلع على الترابي هم بفلوس ما ترابي من نوعيتين ياخذون فلوس هم فهاي سدد الحدود الحدود عندنا حدودين اكو تجي على الرسمي يقول لك تطلع هالقد مبلغ تطلع على الترابي هم اكو نص المبلغ لا دين ولا قيمة يعني هسه البضاعة بالجديد قامت ما تخضع للتقييس والسيطرة النوعية والرقابة بالحدود وكل شيء تغير يعني مو بس البضاعة والملابس والشغلات الهذنية حتى السيارات والبضاعة مثلا المواد المنزلية وغيرها كل شيء تغير بصلاحيتها بإنتاجها تاريخ إنتاجها وتاريخ صلاحيتها كلهم تغير يعني ماكو لا رقابة لا فد شيء يعني مو مثل قبل كل شيء تغير يعني المنتوجات هسه المسيطرة داخل العراق يعني مو بس الملابس كل شيء الإيراني والصيني مسيطرين بحت يعني سيطرة تامة يعني بظل هاي الأحزاب والوحوش بين قوسين يعني صعب كلش ترجع القطع الزينة والاستيراد الزين بصورة عامة يعني كل شيء زين صعب يرجع بظل هاي الأمور الجاي يصير كلها جاي نشتغل هنا يعني شو تحصل فالشيء بسيط المنتطي للمدارس يعني البارحة أنا رايح مستنسخ معلمة تريد من بيتي من مكتبة الفنتي بشارع 30 يعني كم ورقة 71 ورقة استنسخوها ب4500 مكتبة الفنتي البارحة بالليل أي يعني كلها غالية كتب المكتبة سببها الدولة جاي ما تعطي كتب لو تعطي كتب توفر وهاي عادي بعد المن واحد يشتري ومو بس عن الحكي عن كل هاي اللي هنا بالسوق كتب قديمة يعني يطون بس نصها منتهية يعني مشقوقة بالنص يعني نص اكو نص ماكو انا قلت البارحه بيتي تدري شو تقول لي ابويا البنكه مالتنا بالصف ما تشتغل الا واحد يفرها بعوده يلا تشتغل يعني بنكه بالصف ما تشتغل ها بنكه مدرسه بالخاتيه البنكه ما تشتغل بيها يعني شنو من تربيه يعني بنكه بالصف تقول لي ابويا ما تشتغل الا يفروها لو بالقوه تشتغل على كيفها يعني هاي اسهل شيء البنكه هي تقتل نفسها ب 17000 يعني الدوله ما تقدر توقف هاي البنكه اكثرها خريجين يعني هسه شو انا مو خريج بس اكو غيري خريج وقاعد يعني هسه مثل هذول هنا قاعدين خريجين بس تعيين ما اول شيء نحكي على الوضع بالصحه بالعراق كلش تعبان المستشفيات ما بيها كادر صحي كامل علاج ما بيها يعني يكتب لك الدكتور علاج تجيبه من المستشفى زين ما عنده فلوس المريض ما عنده فلوس منين يجيب هاي واحدة ثانيا التربية كلش تعبانة يعني ما يعطون فرص الطلاب حتى تنجح وتساعد أهلها أكو طالب يشتغل أسان طالب تربية جامعة واسط طالب تربية جاي يشتغل هنا يوميتها 5000 حتى لما المصرف مال الجامعة واشتغل هاي واحدة ثانيا الدولار صاعد الوضع كلش تعبان والسوق احنا طالب من رئاسة الوزراء المعنيين بهذا الشيء انه ينزلون الدولار وزارة التربية انه تعطي مساعدة للطلاب هاي الطلاب السادس اعدادي يعني تعطون تحميل مساعدة دور ثالث اي شيء بس حتى الطلاب تنجح وتوصل فالناس هسه احنا نعرف هواي شباب خريجة جاي تتخرج يعني من 2008 2011 2010 قبل ما عاد وظائف هسه اكو خريجة هنا دار اقتصاد عشاكم يبيع العالات وهاي سوالف وحده فاحنا نطالب انه هسه اللي يطلع تقاعد من المدرسين يروح يشتغل بمدارس اهليه شو اسمه ياخذ دورات ياخذ شيء زين نطوا فرصه هاي المحاضرين يعني شنو فقط تعطي 300 بالشهر وين تكفي اذا عند عائله عند اطفال عند شيء
نعاني من ارتفاع الطحين والوضع الاقتصادي. مثل يصعد الدولار صعد الطحين وياه، هسه صعد الدولار تشيس ب 45 ألف ب 50 يوصل للمخبز. زين أبو المخبز بيش يبيع؟ يعني اضطر أبو المخبز يبيع 6000، لأن صعود الدولار يصعد الطحين وياه، ينزل الدولار يهبط وياه. تعاني هاي الوضعيات الاقتصادي والوضع الصحي غير تمام، وانت تعرف بعد كذلك الصحة ماكو هنا حاليا بالكوت، ماكو لا صحة لا رقابة لا هاي، كل شيء ماكو. شو تريد هسه اصور لك منه هذا السوق كله، شوف المزبلة، شوف العمل جاي يسوونه حاليا البشيشان، يعني عمل مرات جيد عمل غير جيد. وهاي شوف الوضعية وشوف الفقرة وعانات الشعب كليته، السوق كله نزل حاليا. يعني قبل كنا نشتغل خير من الله، هسه من صعد الطحين صار ب50 والله نزل. كفي لك الله يوم يوم طلع لك 15 طلع لك 10 نعمه من الله. بوس ايدك وتخليها على راسك. قبل خير من الله يوم هي 25 20 30 هسه ماكو، يا طلع لك 15 كيش هيك بالزايد 15 17 وتروح للبيت. السوق كله نزل، حتى الوضع المادي تعب. الطحين جاي تاخر شهرين شهرين ونص، زين الطحين غالي صاعد، تعرف من 100 تاخر يصعد الطحين فوق ال 50 اكثر اقل من 50 48 49 زين. بالنسبه للشكر هم نزلوا كيلو كسر كيلو بالفرن، قبل كنا وين ناخذه؟ كيلو ب 500 ب 600 750 زين. يعني الجونية ال 25 كيلو 26 ونص بالنسبة لمادة الزيت، إذا أطوا فتح حصتين أو ثلاثة راح ينزل سعره، ينزل خلينا نقول 2.5 2.25 أشوي من 3.5، فرق تقريبا 1000 1.25. سعر الدولار يعني بارتفاع وبانخفاض، هذا كليته بسبب الكتل السياسية، وهذا الانخفاض والارتفاع اللي يسبب يعني السوق واقف تقريبا، يعني شبه ماكو حركة. لأن تعرف من يصعد الدولار العالم تخاف، ومن ينزل الدولار يقول راح ينزل بعد، فكلنا نتعلم من هذا الشيء. يعني الدينار العراقي كان أحسن من هسه، هسه الدينار كل ما يرتفع الدولار الدينار مالنا يقل، بس أنت من تجي على البضائع يعني كلها غالية لأن كلها بالدولار، يعني المسواق بالدولار، الأجهزة الكهربائية بالدولار، فأكيد يأثر. بالنسبة للخطة الزراعية يعني فرق نص فوق النص عن كل سنة، هو مو بس السنة، هي كل سنة الزراعة بالنسبة للزراعة منسية بالنسبة للدولة، الدولة ناسيتها ولا اكو دعم للفلاح، ها عيني الزراعة منسية وماكو لا دعم لا مي لا أسمدة لا كيمياوي، والسنة يعني نهونا فردنوب قعدونا في كلش فردنوب. يعني بالنسبة لنا أبو العقد عنده 40 دونم يزرع له 10 مشاير من عندها، 10 مشاير زرحن وبقوه بالطلايب زرحن، بدال بالنسبه للكيمياء والكيمياء يعطونا 5 كيلوات 5 كيلوات تعطيني انت 5 كيلوات تعطيني ليش تعطيني؟ اولا منع التجار ما يخليهم يطببون كيمياوي، الكيمياوي هسه هنا عندنا على الحدود يعني الطن ب 300000 400000 مو يا بخلي التاجر يطبب وانا اشتري من التاجر، ما اريد من عندك كيمياء ولا تعطيني انت، اذا ما تريد لا تعطيني، يعني تعطيني 5 كيلوات اضحك علي انت 5 كيلوات، انا اعطي الدونم 50 كيلو انت تعطيني 5 كيلوات، شنو ال 5 كيلوات؟ يعني بالنسبه لحكومتنا، حكومتنا قالت لا تزرعون، يعني هي ما تريدنا نزرع ولا دونم، بس احنا الله وكيلك العباس قوه عليهم صارت هاي الزراعه، يعني ما يحاربونا يحطون يحطون مفارز على النحالات، خافوا نشغل مو خاف يشغلونا ماي هذا المشغل يشغل، حطوا المفرزه على النحاله مو، يعني وضعيه تعبانه وضعيه سيئه، فرد نوم يعني مقصوده بالنسبه لهاي الحكومه مقصوده تريد تنهي الفلاح فرد نوم،
ما تريد يعني زرع ما تريد، بس احنا يا عم ايش نسوي منه الشاره؟ نزرع قوه عليهم، صار هاي الزرع صار قوه عليهم. احنا محصول العام السنه يلا تونا يلا استلمنا، هسه بعدنا لحد الان يسلمون به اخويا، هسه سلمنا هذا المحصول وهم بعدنا ما ندري يطولنا ما يطولنا، هم مثل المحصول القادم من ناس سنه الاخرى يلا يطولنا، الله اعلم بعد. فقلت لك احنا بالنسبه للزراعه عندنا صفر، بالنسبه لدولتنا الموقره الله يحفظها اخويا، ما تريد الفلاح يزرع ولا تريد يستفاد، بس شو نسوي؟ انا لنا ولا نراجع وين نروح؟ احنا هاي مصدر عيشتنا هذا ورزقنا عليه هذا، وش نسوي؟